بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم علياء مصطفى عبد الله. بإذن الله هشرح معاكم أول محاضرة في مادة الباثولوجي بلوك الجي اي تي، وهي عن ال diseases of oral cavity. قبل ما نبتدي نتكلم في المحاضرة، في كام clinical definition محتاجين ان احنا نعرفهم مع بعض. أول حاجة inflammation of lips، دي معناها colitis. وتاني حاجة ان الانفلاميشن اوف اورال ميوكوزا معناها استوماتايتس. وتالت حاجة ان الانفلاميشن اوف ذا تونك معناها جلوسايتس. هنتكلم عن الاستوماتايتس. ده عبارة عن inflammation of the mucosa of oral cavity. والميوكوزا of oral cavity يا جماعة بتمثل يعني كل ما هو جوه الاورال كافيتي، يعني مثلا الخدود من جوه اللبس اللي هو يعني posterior part of lips، اللي هو نفس اللي في الصورة ده بالظبط. الفلور اوف ذا ماوس، كل ده ميكوزا اوف اورال كافيتي. ايه هي انواع الاستوماتايتس؟ احنا هنتكلم عن 6 انواع. اول واحد اللي هو الكاترال استوماتايتس، تاني نوع اللي هو الافتس استوماتايتس، ثالث نوع الهربيتك، رابع نوع الفينسنس انجينا، خامس نوع الاجرانيولوسيتيك انجينا، وسادس نوع المونوليزيس. الكاترال استوماتايتس ده mainly caused by hot and spicy food, excessive smoking, lack of oral hygiene, وin the course of infectious fevers. هنلاقي إن الميوكوزا في الكاترال استوماتايتس بتبقى congested، محتقنة. may show vesicles or superficial ulcers. الميوكوزا مش بس الميوكوزا بتاعت الأورال كافيتي هي بس اللي بتتأثر، لا، هي ممكن توصل للتنك. فبيقول لي هنا ان الميوكوزا of the tongue is also affected by cataract stomatitis. نكمل مع تاني نوع في الاستوماتايتس اللي هو الافتس استوماتايتس. ده عبارة عن allergic inflammation in children. تالت حاجة اللي هي الherpetic stomatitis، ده عبارة عن herpes simplex infection، وهنتكلم عنه بقليل من التفصيل كمان شوية. رابع حاجة اللي هي المونيليزيس or thrush أو الأورال كانديدياسيس، ودي بتبقى عبارة عن whitish plaques. الصورة اللي قدامنا دي هي دي المونيليزيس أو الكانديدياسيس. زي ما احنا شايفين هنلاقي whitish plaques موجودة على التنج. والكانديدياسيس دي بتبقى بسبب يعني yeast like fungus اسمها الكانديدا البيكنز. الكانديدا البيكنز دي في الطبيعي هي موجودة في الميكروفلورا بتاعتنا عادي، بس المونيليز دي بتظهر في الاميونوسابريست patients، يعني في او immunosuppressed people infants، شخص ماشي على steroids، شخص ماشي على prolonged antibiotic therapy، شخص عنده الايدز. كل الناس دي مناعتها ضعيفة جدا، والكانديدا البيكنس دي opportunistic، فبتستنى الفرصة اللي المناعة فيها تنزل فبتدي بقى ايه تاخد فرصتها. هنا هي عاملالي whitish plaques، والكانديدا البيكنس الوايتش بليكس بتاعتها كان بي سكريبت اوف، يعني لو تقدر تشيلها بايدك عادي. ليه انا بقول كده؟ لان بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الليكوبليكيا، والليكوبليكيا دي ما بتقدرش ان انت تعملها سكرابينج، فدي الطريقه انك تفرق ما بينهم. يعني بعد كده هنتكلم عن اخر نوعين في الاستوماتايتس، الا وهم الفينسنس انجينا والاجرانيولوسيتيك انجينا. الفينسنس انجينا ده عباره عن نيكروتايزنج انفلاميشن اوف ميكوزا اوف تونسلز اند جمز. نيكروتايزنج انفلاميشن معنى كده ان هي بتعمل انفيجن للميكوزا بتاعت التونسلز اللي هي اللوزتين والجمز اللي هي اللثه. It is caused by treponema vincentoi and bacillus fusiformes. دي الاورجانيزمز اللي بتعمل لي الفينسنس انجينا، بتبقى تحديدا في البيشنتس with low resistance. لو عملنا separation للميوكوزا بتاعت الفينسنس انجينا هنلاقي ان هي ثابت superficial ulcer or deep ulcer. اما الاجرانيولوسيتيك انجينا ده عبارة عن severe inflammation of the gum and nasopharynx وبسبب agranulocytosis. يعني ايه agranulocytosis؟ اول حاجة الgranulocytes ده عبارة عن type of white blood cells. agranulocytosis معنى كده ان انا عندي يعني دي severe condition، الgranulocytosis عددها قل بشكل رهيب، فالمناعة اتأثرت لأن هي نوع من الوايت بلود سيلز، فعملت لي أجرانيولوسيتيك أنجينا اللي هو تايب أوف ستوماتايتس. الميوكوزا في حالة الأجرانيولوسيتيك أنجينا shows ulceration and necrosis. يعني لو قارنا بين الفينسنس أنجينا والأجرانيولوسيتيك أنجينا، الفينسنس أنجينا دي necrotizing inflammation، الأجرانيولوسيتيك
انجينا دي سيفير انفلاميشن، هنا في الفينسنت انجينا هنلاقيها في الميكوزا بتاعه التونسلز والجمز، وفي الادرينالستيك انجينا هنلاقيها في الجمز والنيزوفارينكس. الفينسنت انجينا بسبب ايه؟ الانفكشن بتريبونيما فينسنتاي وباسيلس فيوزي فورمز في الناس اللي هي اميونو سبريست. اما الادرينالستيك انجينا اسمها ادرينالوسايتوزس. طيب في الفينسنت انجينا لو حصل سيبريشن للميوكوزا هلاقي ايه؟ سوبرفيشال اور ديب ألسر. اما في الادرينالستيك انجينا الميوكوزا هتوريني ايه؟ شوز ايه؟ ulceration and necrosis. بعد كده هنتكلم عن diseases of the lips. هنتكلم اول حاجة عن الherpes simplex. herpes simplex ده بيبقى هو عموما herpes simplex virus ده ليه 2 types، herpes simplex virus type 1 و herpes simplex virus type 2. اغلب الليجنز اللي بتبقى في الاورال كافيتي بتبقى herpes simplex virus type 1، وده بيبقى بسبب الكونتاكت. وهو عبارة عن common viral disease occurs with following with fever أو following fever، يا إما مع fever أو بعد ما fever جه وخلص هو بقى بيبتدي يظهر. الليجن بيظهر على هيئة vesicles على mucocutaneous junctions of the lips زي ما هو في الصورة عندنا، أو في البكتر ميوكوزا، أو في الكونجكتيفا. الكونجكتيفا دي إيه يا جماعة؟ ده اللي هو الغشاء المبطن للجفن بتاع العين من جوه، تمام؟ الفيسيكلز دي هي بتروبشر وبيبقى جواها كلير سيروس فلويد. سيروس فلويد يعني ووتري شوية كده، تمام؟ وبيبقى فيها فيو ليكوسايت. ويعني معلومة ليكو، يعني الهيربس سيمبلكس فيروس ده هو في الأول يعني بيعمل انفكشن وبرايمري انفكشن في مثلا افترض في التشايلدهود أو كده وخلاص، وما بي مش بيظهر تاني، بيستنى لحد ما تحصل حاجة. نفترض مثلا موقف ستريس او اكسبوجر لحاجه بتريجر ان هو يرجع يعمل يحصل له رياكتيفيشن تاني، فبيرجع تاني ويبتدي بقى يكرر الليجنز دي تاني. بعد كده هنتكلم عن التيومرز اوف ذا ليبس. زي اي تيومرز بتتقسم لبناين تيومرز وماليجنانت تيومرز. في البناين تيومرز عندنا سكويماس سيل بابيلوما، سالبري جلاند ادينوماس، فايبروما، لايبوما، هيمانجيوما وليمفانجيوما. في المالجنانت تيومر عندنا سكويماس سيل كارسينوما، دي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. وفي بيزل سيل كارسينوما ده اللي هو بتبقى لوكالي مالجنانت يعني. وفي مالجنانت سالبري جلاند تيومرز. وفي الانجيو ساركوما. في نوت بس قبل ما ندخل نتكلم على المالجنانت، ان الهيمانجيوما والليمفانجيوما اللي هم benign tumors they are congenital malformation hematomas which may cause diffuse enlargement of the lip macrophilia. يعني الكلام ده هم مبدئيا يا جماعه مش cancerous، يعني هم مش سرطانات، ده هو بس overgrowth of tissue، تمام؟ الهيمانجيوما والليمفانجيوما دول هم congenital malformation بيبقى موجودين congenital واسمهم hematomas، بتعمل لي diffuse enlargement of the lip اللي هي المكروبيليا. نتكلم عن squamous cell carcinoma of the lip. ده عبارة عن common tumor بيحصل غالبا أكثر في الميلز، وهو more common إن هو يبقى في lower lip. gross picture بتاعتها إن هو usually a malignant ulcer with averted edges, less commonly a polypoid growth. طالما أنا بحكي في malignant ulcer يبقى أنا في criteria، أول ما أشوف كلمة malignant ulcer هقولها، هي الكريتيريا دي: averted edges, indurated base, necrotic floor، بنفس الرص. بس malignant ulcer هرص الثلاثة دول: inverted edges, indurated base, necrotic floor. وفي حالة السكويماس سيل كارسينوما بيبقى less commonly a polypoid growth. polypoid growth ان هو يبقى زي بروتروجن كده ايه طالع من التيشو. microscopic picture well and moderately differentiated squamous cell carcinoma. well and moderately differentiated squamous cell carcinoma. انا على اي اساس او اي تصنيف انا استخدمته عشان اصنف السكويماس سيل كارسينوما اللي هو اسمه برودرز كلاسيفيكيشن. برودرز كلاسيفيكيشن السبريد بتاع السكويماس سيل كارسينوما عموما اي سبريد لوكال ليمفاتيك بلود. في حاله السكويماس سيل كارسينوما في الليب انا بحكي في لوكال انفيلتريشن وليمفاتيك انفيلتريشن. لوكال انفيلتريشن بيبقى في التشين والمانديبل، تشين الدقن والمانديبل اللي هو الفك السفلي. الليمفاتيك سبريد ده بيبقى للسبمنتال والابر سيرفايكال ليمف نودز. تاني موضوع معانا اللي هو ديزيز اوف ذا تونج.
اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي الجلوسايتس، وده عباره زي ما قلنا في الاول عن انفلاميشن اوف ذا تن. بيتقسم عندنا لاكيوت وكرونيك. الاكيوت بيتقسم لاكيوت سوبرفيشال جلوسايتس واكيوت بارينكيماتوس جلوسايتس. الاكيوت سوبرفيشال جلوسايتس دي بيبقى بارت اوف الكاترال ستوماتايتس اللي احنا قلنا بتبقى كوزد باي هوت اند سبايسي فود، سموكينج، اكسسيف سموكينج، او لاك اوف اورال هايجين، ممكن تؤدي معايا لاكيوت جلوسايتس. تاني نوع من الاكيوت جلوسايتس اللي هو الاكيوت بارينكيماتوس جلوسايتس، ده عباره عن ديب انفلاميشن اوف ذا ماسلز اوف ذا تانج. الليجن ده complicates deep wounds of the tongue may lead to complications. تاني نوع من الجلوسايتس عموما اللي هو الكرونيك جلوسايتس، وده بيتقسم معايا للكرونيك سوبرفيشال جلوسايتس وكرونيك جلوسايتس اوف مال نيوتريشن. اول نوع اللي هو الكرونيك سوبرفيشال جلوسايتس ده caused by excessive smoking, ragged tooth. ragged tooth يا جماعه يعني سنه مكسوره، تمام، وليها شارب ايدج كده، ممكن يعمل لي كرونيك جلوسايتس او سيفاليتيك انفلاميشن اوف ذا ميوكوزا. بالنسبه لسيفاليتيك انفلاميشن، السيفاليس عموما هي ليها 3 ستيجز، برايمري وسكندري وتيرشري. في 3 ستيجز دول هي بتعمل ليجنز في الاورال كافيتي. يعني في حالة البرايمري والسكندري هي ممكن بيخف عادي، يعني بيخف لوحده، أما التيرشري لا، بيفضل موجود وممكن كمان يعمل لي بريكانسرس في الآخر. يعني هنتكلم عليه كمان شوية، بس يعني أنا عشان تبقوا عارفين بس الستيجز بتاعة السيبتس. تاني حاجة اللي هي الكرونيك جلوسايتس اوف مال نيوتريشن، وده كوزد باي ديفيشنسي اوف فيتامين بي كومبلكس وايرون. بعد كده عايزين نتكلم على الليكو بليكيا. ليكو ده معناها لون ابيض، بليكيا بليك، فيعني وايت بليكس او هايبر كيراتوزس. ليكو بليكيا عباره عن بري مالجننت ليجن، يعني ليجن لو ما انا ما لحقتهاش اذا انا خلاص انا داخل في كانسر، تمام. عباره عن زي ما احنا شايفين في الصوره، هي thick white mucosal patches that cannot be scraped off. فاكرين لما قلنا في الكاندييزس في الاول ان هي بقدر ان انا اعملها سكرابينج، بس لا، انا في ليكوبليكيا انا ما بقدرش ان انا اعملها سكرابينج. ف يعني دي حاجه كاركترستيك لليكوبليكيا. الكوز بتاع الليكوبليكيا ان بيحصل كرونيك اريتيشن. كرونيك اريتيشن ده ممكن يحصل بسبب اكسسيف سموكينج، راج توث اللي احنا قلنا يبقى فيه شارب، ليها شارب ايدج يعني، وتبتدي يعني تعمل تجرح في اللسان يعني، او ديفيوز سيفيليتيك انفلاميشن اللي هي التيرشري قلنا عليها من شويه. وبرده ممكن من اسبابها انه عارفين الناس اللي هي بتركب اطقم اسنان، اطقم الاسنان دي لو مقاسها مش مظبوط كويس، وهو بقى يعني الشخص او البيشنت بيقعد يخلع فيها ويلبس فيها وكده، دي ممكن تؤدي معاه لليكوبليكيا. وهي عبارة عن squamous cell hyperplasia which may develop into dysplasia، وبالتالي ممكن تدي لي carcinoma in situ and invasive carcinoma. وبرضو الليكوبليكيا دي انا ممكن الاقيها في حالات ملاش علاقة اصلا بالمالينس دي، زي مثلا immunocompromised patients. يعني مثلا مثال الناس اللي هي عندها HIV AIDS، تمام، لو اتصابت بفيروس اسمه epstein بار فيروس ممكن يجي لها ليكوبليكيا، تايب اوف ليكوبليكيا اسمه هيري ليكوبليكيا. هي مش عليكم بس يعني عشان تعرفوا ان هي ممكن تيجي لشخص ما عندوش مالينسي او ما لهاش علاقه بالمالينسي. عايزه اتكلم عن الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الليكوبليكيا، بس قبل ده حابه بس اعرفكم على الدايجرام اللي قدامنا ده. ده اللي هو النورمال اورال ميوكوزا. هنلاقي ان من فوق في طبقه من الكيراتين لير، طبقه ثين، تمام، وبعد كده بعدها في اللي هو الجرانيولار لير، بعد كده اللي يهمني هنا البريك لير زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش حجمها عادي، ما فيهاش حاجه، نورمال. امال ايه اللي يخلي يعني ايه شكل اليوكوبليكيا تحت الميكروسكوب؟ هلاقي ان بيبقى فيه حاجه اسمها اكانثوزس، ان البريك لير بتاعه الاورال ميوكوزا دي يحصل لها هايبر بليجيا. وهلاقي فيه هايبر كيراتوزس اللي هو الاسم الثاني للليكوبليكيا.
ان هلاقي الثيكنس بتاع الكيراتين لاير الرفيع ده زاد. يعني هنشوف كده في الصوره بتاعت تحت الميكروسكوب دي، شايفين الطبقه اللي من بره خالص اللي هي كبيره دي اللي هي الكيراتين لاير، حصل فيها هايبر كيراتوزس، وهنلاقي ان البريك لاير تحت حصل فيها اكانثوزس او هايبر بليجيا. بعد كده بعد ما خلصنا احنا اتكلمنا اول حاجه عن الجلوسايت وان هي اكيوتو كورونيك، وبعد كده اتكلمنا عن الليكوبليكيا وانها بري مالجنانت ليجن واتكلمنا عن تفاصيل فيها. ثالث حاجه هنتكلم عن التيومرز اوف ذا تانج، زي اي تيومرز، بناين تيومرز، مالجنانت تيومرز. البناين تيومرز هنا عباره عن سكويموس سيل بابيلوما، كافيرنوس هيمانجيوما، كافيرنوس ليمفانجيوما، فايبروما، ليومايوما، مايوبلاستوما. مالينا تيومرز عباره عن سكويموس سيل كارسينوما وادينو كارسينوما. اسماء البناين تيومرز ومالينا تيومرز يعني هي المفروض تبقوا عارفينها، لانه مثلا ممكن في ام سي كيو ولا حاجه يجيب مثلا all of the following are benign tumors of the tongue except ويحط لك واحده مالينا تيومر في النص، ف يعني يستحسن تبقوا عارفينها. يعني في الحاله دي كارسينوما مالينا. او اللي يهمنا في التيومرز اوف ذا تانج اللي هي سكويموس سيل كارسينوما، ودي بتبقى مور كومن في الميدل ايجد ميلز. لو خدت بالكم ان اغلب التيومرز اللي هي خاصه بالاورال كافيتي غالبا بتبقى اكتر في الميلز، بس بعد كده بقى باذن الله لما تبتدوا تدخلوا في الاندوكراين وكده هتلاقوا مثلا انه لا، في امراض كتير جدا المانيفستيشن بتاعها بيبقى الانسيدنس بتاعتها بتبقى اكتر في الفيميلز. عندنا هنا في سكويموس سيل كارسينوما مور كومن ان ميدل ايجد ميلز. ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي معايا لسكويموس سيل كارسينوما اللي هي البري كانسرس ليجنز؟ اول واحده اللي هي الليكوبليكيا، تاني حاجه اللي هي تيوشري سيفيلس اوف ذا تانج. قلنا ان السيفيلس ليه 3 ستيجز، برايمري سكندري اند تيوشري. برايمري سكندري بيخفوا لوحدهم او بيخفوا عموما بيستجيبوا يعني، تيوشري لا هو بيكمل ولو ما لحقش بيديني سكويموس سيل كارسينوما. وتالت بري كانسرس ليجن اللي ممكن يؤدي معايا لسكويموس سيل كارسينوما اوف ذا تانج اللي هو سكويموس سيل بابيلوما. شايفين يا جماعه، شايفين الكلينيكال برزنتيشن عامل ازاي؟ وبما ان احنا بنحكي عن سكويموس سيل كارسينوما فانا عايزاكم كده ايه تتوقعوا. نرجع للصوره، نتوقع الميكروسكوبيك بيكتشر والجروس بيكتشر هتبقى عامله ازاي. انا بحكي عن سكويموس سيل كارسينوما، طيب عباره عن ايه؟ مالجنت، مالجنت تيومر. هلاقي فيه ان الايدجز بتاعته افيرتد، هلاقي فيه انديوريتد بيز، هلاقي فيه نيكروتيك فلور اللي هي الكريتيريا اللي قلنا لما بنرصها كده هي خلاص تمام ماشي، خصوصا في سكويموس سيل كارسينوما. يبقى الجروس بيكتشر بتاعت السكويموس سيل كارسينوما هنلاقيها عباره عن مالينا تارسل with inverted edges. وان خلي بالنا ان سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا تانج بيبقى كومن في الانتيريور تو ثيردز، في اول تلتين في التانج زي ما انتم شايفين كده تمام. بعد كده الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت السكويموس سيل كارسينوما اسمها squamous cell carcinoma with all grades of differentiation. وقلنا ان احنا بنستخدم انهي يعني classification او انهي grading لل squamous cell carcinoma اللي هو البرودرز، برودرز classification او برودرز grading. بالنسبه بقى للسبريد بتاع squamous cell carcinoma of the tongue، لما بحكي على سبريد عموما فانا بحكي اي يعني بحكي local lymphatic blood، لوكال ليمفاتيك بلود. لوكال سبريد بيبقى تو ذا فلور اوف ذا ماوس، ليمفاتيك بيبقى للسب منتال ليمف نودز، سب ماكسيلاري ليمف نودز، ديب سيرفايكال ليمف نودز اللي هي الليمف نودز اللي حوالين التانج يعني. طيب نخلي بالنا ان في السكويموس سيل كارسينوما اوف ذا تانج الليمفاتيك سبريد بيبقى ريبيد سريع. السبب، السبب ان التانج عموما ريتش ان ليمفاتيكس زي ما انتم شايفين، انا قلت في سب منتال سب ماكسيلاري ديب سيرفايكال، وفي نفس الوقت التانج ات از ان كونتينوس موفمنت بيتحرك على طول تمام، فده بيساعد على السبريد اوف انفكشن اسرع. بس في حاله التونج البلاد سبريد بيبقى رير. بعد كده هنتكلم عن الالسرز اوف ذا تونج. قبل ما نبتدي نتكلم عن الالسرز اوف ذا تونج افكركم احنا اول حاجه اتكلمنا عن الجلوسايتس، بعد كده اتكلمنا عن الليكوبليكيا اللي هي بري مالجنانت ليجن، وبعد كده اتكلمنا عن التيومرز اوف ذا تونج بيناين ومالجنانت، واتكلمنا عن السكويموس سيل كارسينوما. دلوقتي هنتكلم عن الالسرز اوف ذا تانج. عندنا هنتكلم عن 5 انواع منهم. اول نوع اللي هو دنتال، تاني نوع اللي هو ديسبيبتيك، تالت نوع اللي هو تيوبيركولوس، رابع نوع اللي هو سيفيليتيك، وخامس نوع اللي هو المالجننت.
الدنتال ألسر ده بيبقى من الآخر في سنة مكسورة وطلع لها شارب إتش، بيعمل ألسر في الإيدج بتاعة اللسان، يبقى هو عبارة عن شالو تروماتيك ألسر ناتج من تروما، وبيبقى at the edge of the tongue وريليتد تو شارب توث زي الصورة بالظبط يعني. بعد كده عندنا تاني نوع اللي هو dyspeptic ulcer، ودول عبارة عن multiple small superficial painful ulcers. ال dyspeptic ulcers ال pathogenesis بتاعتها isn't clear، بس ال ulcers بتاعتها are of short duration مش بتقعد كتير. تالت نوع اللي هو ال tuberculous ulcer. ال tuberculous ulcer من اسمها يبقى تمريض عنده tuberculosis، يبقى هي عبارة عن undermine the ulcer near the tip caused by cuffed sputum in case of opened pulmonary tuberculosis. والtuberculosis ده اللي هو مرض الدرن أو مرض السل، تمام، هتاخده بإذن الله في respiratory system. بعد كده عندنا malignant ulcer. malignant ulcer يا جماعة الكريتيريا كانت ايه؟ averted edges, necrotic floor, indurated base، وقلنا ان هي بتبقى common في الانتيرير تو ثيرد. كده احنا اتكلمنا عن الخمس انواع بتوع الالسرز، الدنتال والديسبيبتيك والتيوبيركلوس والسيفيليتيك والمالينمنت. نكمل موضوعنا وهنتكلم عن الديزيزز اوف سالفري جلاندز. قبل ما ابتدي اتكلم عن السالفري جلاندز، عايزه اقول لكم ان اللي هي الغدد اللعابيه دي موجوده في ميجور سالفري جلاندز وفي ماينور سالفري جلاندز. الميجور سالفري جلاندز عندنا الباروتيد والساب لينجوال والساب مانديبولر، والماينور دول كتير جدا. اهم واحده عندنا واكبر واحده عندنا واللي بتساهم بنصيب الاسد في السكريشنز بتاعه السلايفا هي الباروتيد جلاند، وهي اللي احنا هنتكلم عن الانلارجمنت بتاعها. فايه هي اسباب الباروتيد انلارجمنت؟ اول حاجه اللي هي السابيوراتيف باروتايتس، تاني سبب المامبس، تالت سبب الباروتيد كاليكولاي، ورابع سبب اللي هو الباروتيد تيومرز. السابيوراتيف باروتايتس ده عباره عن انفلاميشن اوف الباروتيد جلاند، وسابيوراتيف معنى كده ان فيه باس فورميشن، تمام. المامبس ده اللي هو التهاب الغده النكافيه، تمام. باروتيد كاليكولاي معناها وجود حصوات في الباروتيد جلاند، واخيرا الباروتيد تيومرز. احنا هنتكلم بالتفصيل عن السابيوراتيف باروتايتس والمامبس. acute suppurative parotides، ايه هي ال predisposing factors لل acute suppurative parotides؟ اول حاجه lack of oral hygiene، تمام. تاني حاجه diminished saliva as in fevers. يعني ايه اصلا؟ يعني لما بيبقى ال patient عنده fever بيبقى عنده dry mouth، ما مش عنده saliva، تمام. والsaliva هي يعني هي تعتبر في first line of defense، هي بتحرص ان هي تعمل وش لاي بكتيريا، اي حاجه بتدخل، مش بتدي فرصة لتجمعات لبكتيريا يعني او لأي اورجانيزم ممكن يعمل انفكشن. طيب لو انا عندي فيفر فانا خلاص انا فقدت هذا اللاين، تمام، ما عنديش الديفنس بتاع السلايفا، فممكن يبقى اكثر عرضة لان هو يحصل له انفكشن. الاسباب ستافيلوكوكال ستريبتوكوكال انفكشن، دول اشهر حاجه للاكيوت سابيرتيف باروتايتس، الستافيلوكوكال والستريبتوكوكال انفيكشن، ويوجوالي باي ذا باروتيد دكت، تمام. الباثولوجي بتاع الاكيوت سابيرتيف باروتايتس، الجلاند بتبقى هايبريميك، لونها محمر. طب هي لونها محمر ليه؟ لان انا هنا عندي انفيكشن، فالجسم عاوز يعني يسيطر على هذا الانفلاميشن او على هذا الانفيكشن اصلا، يقوم عامل ايه؟ يقوم باعد بلاد سبلاي، فعشان كده الجلاند بتبقى باينه لونها محمر هايبرميك لزياده البلاد سبلاي او البلاد فلو في المنطقه دي اللي هي فيها الانفكشن، وهتبقى سوالون ورمه وماي شو باس فورميشن من اسمها سابيوراتيف. بعد كده هنتكلم عن الكومبليكيشنز بتاعه الاكيوت سابيوراتيف باراتايتس، عندنا الريتروفارينجيال ابسس والبايميا. ايه الكلام ده؟ الريتروفارينجيال ابسس معنى كده ان حصل تجمع للباس في الباك اوف ذا ثروت، تمام، فعمل معايا ابسس اسمه ريتروفارينجيال ابسس في مكانه، في المكان اللي بص في المكان الباك اوف ذا ثروت. تاني حاجه البايميا ده عباره عن بلاد بويزنينج. بلاد بويزنينج ده نتج من ايه؟ انا عندي ابسس، فابتدى يحصل ريليز للباس سكريتنج بكتيريا دي، تمام، فدخلت في البلاد ستريم فعملت لي بايميا، عملت لي بلاد بويزنينج. فهما دول التو كومبليكيشنز بتاعه الاكيوت سابيوراتيف باروتايتس، ريتروفارينجيال ابسس تجمع الباس في الباك اوف ذا ثروت، وبايميا اللي هي blood poisoning.
تاني حاجة هنتكلم معاها من أسباب البروتيد انلارجمنت اللي هو المامز أو الإبيديميك باراتايتس. ده عبارة عن سيستميك فيرال انفكشن بيحصل في الأطفال mainly affecting البروتيد جلاندز. Infection is by the droplet method، يعني مثلا طفل كح قدام طفل، طفل عطس مع طفل كده يعني. الباثولوجي ان هو non suppurative inflammation، وده اللي بيفرق بينه وبين الاكيد suppurative، هنا مفيش بص of both parotid glands. ال interstitial tissue بتاع المامز هنلاقيه congested يعني محتقن، تمام، و في infiltrated by lymphocytes and macrophages. fibrosis may follow، يعني هنلاقي ان تحت الميكروسكوب ال interstitial tissue ده بيبقى فيه infiltration بالليمفوسايتس وماكروفاجز، وهيبقى باين من بره ان هو كونجستد محتقن كده محمر، وممكن بعد كده يحصل فيبروزس للباروت جلاند. وعايزه اقول حاجه ان الفيبروزس ده ممكن يعني الكومبليكيشنز بتاعته مش هينه، يعني هنعرف دلوقتي كومبليكيشنز اوف مامس هم نادرين بس لما بيحصلوا يعني الموضوع صعب. اول حاجه اللي هي الاوركايتس، اوركايتس معناها انفلاميشن اوف تيستس. لو حصل اوركايتس وبعد كده حصل فايبروزس خصوصا في الادلتس الكلام ده ممكن يحصل ستيريليتي عقم، تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه ممكن يحصل في الفيميلز اوفرايتس اللي هو انفلاميشن اوف اوفريز، ممكن يحصل ماستايتس اللي هو انفلاميشن اوف بريست، ممكن يحصل مننجيو انسيفالايتس معناها انفلاميشن اوف البرين والمننجيز اللي بتغطي البرين، ممكن اخيرا يحصل بانكرياتايتس. بعد كده هنتكلم عن التيومرز بتاعه السالفري جلاندز. زي اي تيومرز بناين مالجننت، اللي يعني حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان البناين تيومرز تبقى نسبتها 80% ومالجننت تيومرز 20%، فاغلب التيومرز اللي بتحصل في السالفري جلاندز بتبقى بناين، فبتبقى فرصه انك تتخلص يعني تعمل تتخلص منها احسن، بروجنوزس بتاعها احسن، فالحمد لله يعني. اول حاجه اللي هي البليومورفيك ادينوما، وده عباره عن بناين ميكسد سالفري جلاند تيومر، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. بعد كده عندنا المونومورفيك ادينوما، بعد كده الادينولينفوما، وهنتكلم عن الادينولينفوما بالتفصيل. مالجننت تيومرز في مالجننت ميكسد سالفري جلاند تيومر، بعد كده في ميوكو ايبيدرمويد كارسينوما، بعد كده في ادينويد سيستيك كارسينوما، في اسينيك سيل تيومر. اللي انا هتكلم عنهم بليومورفيك ادينوما والادينو لينفوما. البليومورفيك ادينوما اللي هو عباره عن بناين ميكسد سالفري جلاند تيومر، ده ذا كومونست بناين تيومر اوف ذا سالفري جلاندز اند يوزوالي افكت ذا باروتيد جلاند بنسبه 90%، تمام. وهنلاقي ان الانسيدنس بتاعه البليومورفيك ادينوما تحصل اكتر في الفيميلز. جروس بيكتشر، مبدئيا البليومورفيك ادينوما ده عباره عن سلولي جروينج كابسوليتد تيومر، تمام، يعني الريت اوف جروث بتاعه سلو، بيطلع من اللور بارت بتاع الباروتيد جلاند. التيومر ده عباره عن راوند اور اوفال لوبيوليتد ماس زي ما باين في الصوره، تمام. هنلاقي ان القطر بتاعه من 2 ل 5 سنتيمتر ان دايمتر. الفيرم هنلاقي الكونسيستنسي بتاعته فيرم اند روبري. لو خدنا كات سيرفيس في الماس بتاعه البليومورفيك ادينوما هنلاقي ان هي لونها جريش وايت، وهنلاقي سوفت ميكسوماتس ارياز. ميكسوماتس اريا دي يعني اللي هي ميكسويد، تمام، وممكن نلاقي بلو ترانسلوسنس كوندرويد ارياز، وممكن نلاقي سيستيك ارياز. عايزه اقول حاجه انه بليومورفيك ادينوما ده الاسم مش انديكيت مالجنسي، لان احنا بنتكلم في بناين اصلا، ده بناين تيومر. امال انا على اي اساس سميته بليومورفيك ادينوما؟ هو مش البليومورف البليومورفيزم ده عباره عن كاركترستيك للمالجنسي طيب انا هنا مش قصدي اوصف كرايتيريا حاجه خاصه مالجننت، انا هنا قصدي اوصف ان التيومر ده مليان انسجه مختلفه، متعدد الانسجه. فانا لما بقول بليومورفيك ادينوما انا بقصد ان هو فيه انسجه كتير، مش قصدي ان هو مالجنن. بليومورفيك ادينوما بناين. طيب مايكروسكوبيك بيكتشر، هي عباره عن هيتروجينيوس ستراكشر، تمام، بيتكون من ابيثيليال اليمنتس وميزينكايمال اليمنتس. الابيثيليال اليمنتس دي
او الابيثيليال سيلز هي عباره بتكون معايا داكتس اثيناي توبيولز اند شيتس اوف سيل. عايزه بس قبل ما ابتدي احكي في الابيثيليال اليمنتس افكركم كده بس ان السالفري جلاندز عموما الهيستولوجي بتاعها الطبيعي هي بتبقى عباره عن اثيناي ومتحوطه كده ايه بخلايا كده زي دايره كده عباره عن ايه كيوبويدال سيل، تمام؟ فهي في صوره اثيناي، ما فيش الوصف اللي احنا هنقوله دلوقتي ده. فهي عباره عن ابيثيليال، نرجع للبليومورفيك ادينوما، هي عباره بتكون داكتس اثيناي تبيولز شيتس اوف سيلز، تمام؟ هنلاقي في مايو ابيثيليال سيلز. المايو ابيثيليال سيلز دي اللي هي بتبقى حوالين الاثيناي وبتعمل كونتراكشن عشان تقدر تعمل سكريشن للسالفري جلاند كونتنت او للسلايفا، تمام؟ ودي بتبقى باينه انها سمول ودارك وسبندل شيبت وبتبقى موجوده تحت الكيوبيكال ابيثيليوم، تمام؟ الميزينكايمال اليمنتس بقى دي عباره عن لوز كونكتيف تيشو، ميكسويد، كوندرويد ماتريكس، ريرلي بون. انا قلت انه بليمورفيك لانه مليان انسجه، تمام؟ فهو ده الحال، انا في هنا لوز كونكتيف تيشو، ممكن الاقي ميكسويد، ممكن الاقي كوندرويد يعني الاقي كارتليج، ممكن الاقي بون، كل ده وبناين الابيثيليال والميزينكايمال اليمنتس ار انترميكسد اند وان اوف ذيم مي بريدومينيت. انا في الشريحه اللي قدامي دي انا مش يعني مش شايفه ستراكشر واضح لاثيناي او سالفري جلاندز، بس انا اللي هو الطبيعي يعني او الهيستولوجيكال فيتشرز بتاعته الطبيعيه انا شايف خليط كده حاجات لوس كونكتيف تيشو، شايف كارتليج، شايف داكتس وشيتس، هو هيتروجينيوس يعني انتر ميكسد. في بعض الاحيان ممكن واحد فيهم يبريدومينيت عن التاني، يبقى عدد الخلايا بتاعته اكبر من التاني. يعني ممكن في البعض البيومورفيك ادينومات الاقي ان الابيثيليال اليمنتس غلب على الميزنكايمال اليمنتس، بس الميزنكايمال اليمنت موجود، تمام؟ والعكس صحيح. يعني لو حبينا نلخص الخلايا اللي موجوده في البليومورفيك ادينوما هقول ان في ابيثيليال سيلز بتبقى ارينجد في اثيناي، في داكتس، في شيتس، في تبيولز، وهلاقي في مايو ابيثيليال سيلز. اسفه صح، والابيثيليال سيلز دي ممكن تبقى كيوبويدال اور كولومنر، والمايو ابيثيليال سيلز دي بتبقى سمول ودارك وسبندل وبتبقى underlie cubical epithelium. وهنلاقي mesenchymal elements اللي هو loose connective tissue, myxoid tissue, chondroid matrix, bone، وقلنا ان هو intermixed tumor واحد فيهم ممكن predominate. ايه هو ال behavior بتاع ال pleomorphic adenoma؟ احنا قلنا ان tumor ده ليه slow rate of growth وهو benign، بس فرصة ان هو يحصل له recurrence بعد surgical removal بتحصل. طب ليه؟ مش هو اصلا بناين وكابسوليتد، يعني ايه الصعب في ان انا اشيل تيومر كابسوليتد؟ يعني البليومورفيك ادينوما ده بيبقى وهو كابسوليتد بيبقى طالع منه يا جماعه زي بروجكشنز صغيره او بروتروجنز صغيره كده. ممكن لو السيرجن اللي بيعمل العمليه ما شافهاش وهو مش متمكن قوي يسيب البروجكشنز الصغيره دي، وهم دول يقوموا عاملين بليومورفيك ادينوما من اول وجديد، تمام؟ فعشان كده فرصه ان هو يحصل ريكورنس بعد السيرجيكال ريموفال موجوده، وبتعتمد غالبا على السيرجن اللي بيعمل العمليه. والبليومورفيك ادينوما ممكن تبقى مالينجنت. تاني تيومر هنتكلم عنه اللي هو الوارثنز تيومر او الادينو ليمفوما او البابيلاري سيست ادينوما ليمفاموتوزا. الوارثنز تيومر ده دايما بيبقى في الباروتيد جلاند، تمام؟ وهو التيومر الاشهر في الناس اللي بتدخن، تمام؟ وغالبا بيظهر بعد سن 50 سنة. هنلاقي ان الوارتنز تيومر ده بيبقى بايلاترال ومالتي فوكر within the same gland، لانه يعني هو ده شخص مدخن فهو بيشرب سجاير، السجاير مش بتخطئ يعني، وهي تطلع ناحيه الباروتيد جلاند زي مش بتختار جلاند، هي طالعه للناحيتين، ففرصه ان هو يبقى بايلاترال كبيره ومالتي فوكال برضو، تمام؟ احلى حاجه في التيومر ده ان من اسمه تطلع كل حاجه حرفيا، يعني هو وارتنز تيومر، مش قصدي ده ولا قصدي ادينو ليمفوما، انا قصدي البابيلاري سيستا دينوما ليمفاموتوزا. اطلع ايه؟ مش فاهمه يعني ايه المميز في الاسم. بابيلاري يعني هو في بابيلاري، تمام؟ سيستا دينوما في سيست، ليمفاموتوزا
في في ليمفويد انفلتريشن. خلصت. نشوف الجروس بيكتشر بتاعها، هي بتبقى راوند اور اوفال كابسوليتد تيومر. لو خدت كات سيرفيس فيها هلاقي سيستيك سبيسز، بابيلاري سيستو ادينوما ليمفوماتوزم. السيستيك سبيسز دي بيبقى فيها بابيلاري بروجكشنز، وهلاقي في السبيسز دي ميوسينوس جراي او بيل براون سيكريشن. تمام. الميكروسكوبيك بيكتشر بقى في الصوره اللي عندنا دي هلاقي ان السيستيك سبيسز لايند باي كولومنر سيلز. شايفين الخلايا الطويله دي اللي هي محوطه البابيلي، هي دي كولومنر سيلز بتغطي البابيلاري بروجكشنز. تمام. وهلاقي ان الاستروما او اللي هي الكور بتاع البابيلاري ده بيبقى فيه ليمفويد تيشو وفي جيرمينال سنترز. يعني انا من الاسم طلعت الفيتشرز المميزه في الجروسلي مايكروسكوبيكالي. اه بابيلاري بابيلاري سيست ادينوما ليمفوماتوزا هلاقي في بابيلي، هلاقي في سيستيك سبيسز. السيستيك البابيلاري دي هلاقيها كفرد او لايند بكولومنر سيلز، والكور بتاع البابيلاري بروجكشنز دي او الاستروما بتاعتها بيبقى فيها ليمفويد تيشو او جيرمينال سنتر ويست جيرمينال ويست جيرمينال سنترز. اسف. اخر حاجه هنتكلم عليها في محاضره النهارده هي diseases of the esophagus. اول حاجه هنتكلم عليها اللي هي الاكيوت اسوفاجايتس. اسبابه هو المذكور عندنا في الكتاب 10 اسباب، هنفهم واحد واحد فيهم وبعد كده هقول لكم على اللي هي الكلمه اللي بتلخص كل ده. اول حاجه reflux esophagitis، هي reflux of gastric contents، معنى كده ان حصل ارتجاع من الريق، ارتجاع المحتويات اللي في المعده للمريء. مع العلم انه المعده مهيئه لاستحمال او انها تتحمل الاسيديتي، تمام، ربنا مهيئ لها ده. الاسوفيجاس لا، لما ده بيحصل ف بياكل في التشو بتاع الاسوفيجاس. برولونج، تاني حاجه برولونج جاستريك انتيوبيشن. جاستريك انتيوبيشن دي عباره عن بلاستيك تيوب بتبقى فليكسيبل كده وبتخش من النوز لحد الاستومك، ولو فضلت فتره طويله ممكن تعمل لي اكيوت اسوفاجايتس. ثالث حاجه انجيشن اوف ايريتنتس such as alcohol corrosive acids or alkali. زي ما قلت لكم كوروزيف دي ماده معناها انها كيميكالي قادره تدمر التشو ده، قادره تاكل فيه، زي مثلا ربنا يعافي الجميع مثلا لو ميه النار لمست الجلد بتاكل فيه، نفس الفكره يعني. رابع حاجه excessively hot fluids and heavy smoking. خامس حاجه cytotoxic anti cancer therapy، لان cytotoxic anti cancer therapy ده بيبقى ليه يعني global toxicity او general toxicity، ف بيأثر على الاسوفاجس بيعمل لي acute esophagitis. ثالث حاجه infection following bacteremia or viremia زي الherpes simplex virus والcytomegalovirus. سابع حاجه الفانجل انفكشن زي الكانديدايسيس. ثامن حاجه اليوريميا اللي هي زياده اليوريا في البلد. تاسع حاجه الراديشن، وعاشر حاجه presence of sliding hiatus hernia. يعني ايه sliding hiatus hernia؟ في الاناتومي اخذنا ان الاسوفاجس بيخترق الديافرام بعد كده بيقوم بيفتح في الاستومك، يعني بالتخيل كده انا عندي الديافرام اهو متخيله في النص، الاسوفاجس فوق والاستومك تحت، والاستومك مش موجوده يعني above الديافرام. طيب نفترض ان الكارديا بتاعت الاستومك ابتدت تسلايد من خلال فتحة الاسوفيجاس دي وطلعت لفوق الديافرام، كده حصل لها سلايدنج، سلايدنج هياتس هيرنيا. الباثولوجي بتاع الاكيوت اسوفيجايتس ان الميكوزا بتبقى لونها ريد كديماتس وبيبقى فيه هيموريج وبرفوريشن وبيبقى هيلد باي سكارينج اللي هو الستريكتشر. قلت لكم ان انا هلخص العشر اسباب بتوع الاسوفاجايتس في كلمه واحده، ان اي حاجه بتعمل اريتيشن للاسوفاجس بتعمل اكيد اسوفاجايتس. بس يعني الريفلكس بتاع الجاستريك كونتنتس مش بيعمل اريتيشن، يبقى خلاص اكيد اسوفاجايتس. برولونجد جاستريك انتوبيشن، تيوب داخله جوه الاسوفاجس بقالها فتره طويله، دي ما تعملش اريتيشن، لا تعمل اريتيشن. انجيشن اوف اريتنتس، مش هتكمل يعني الجمله باينه. اكسسيفلي هوت فلويدز، تمام، سموكينج معانا. سايتوتوكسيك انتي كانسر ثيرابي، قلنا ان هي بتعمل جنرال توكسيسيتي يبقى بتعمل اريتيشن. انفكشن سواء فولوينج بكتيريميا او فيريميا او سواء بالفنجاي برضو بيعملوا اريتيشن. زياده اليوريا في البلد يعمل لي اريتيشن. الراديشن
كذلك. و presence of sliding hiatus hernia ده جزء من الاستومك طلع بقى فوق الديافرام وقرب للاسوفيجس، اه طبعا يعمل irritation. تاني حاجة هنتكلم عنها اللي هي reflux esophagitis أو الجاستريك esophageal reflux disease، ده بينتج من ال regurgitation of gastric content into the lower esophagus، يعني ارتجاع المكونات اللي موجودة جوه المعدة تطلع على اللور اوسوفيجس. ايه اللي ممكن يسبب ده؟ مع العلم ان انا عندي حاجه structure في اللور اوسوفيجس اسمه لور اوسوفيجيال سفنكتر، وده دايما بيبقى مقفول، بيفتح بس وانا باكل، ينزل الاكل وبعد كده يقفل تاني عشان ما يحصلش ان الكونتنت بتاع الاستومك يطلع لفوق. اللي بيحصل كالتالي، بيبقى عندي abnormal relaxation للور اوسوفيجيال سفنكتر، ده هو مع أو يبقى عندي delayed gastric emptying، فالستومك تضغط على الاسوفيجس وأنا عندي الاسوفيجس already مش محكم الغلق، يعني أي حاجة يعني أي حاجة هتزق وهيتزق عادي، فيقوم الكونتنت الأسيدك كونتنت بتاع الاستومك يطلع على الاسوفيجس ويعمل لي اسوفيجيال انجري وكرونيك انفلاميشن، لان زي ما احنا قلنا الاسوفيجاس مش مهيئه لانها تستحمل الاسيديتي بتاعت الاستومك. طيب ايه هي الحاجات اللي بتزود البريشر على الاستومك؟ اللي هي الهياتال هيرنيا والبريجنسي. ايه هو الكلينيكال بريزنتيشن بتاع الريفلكس اسوفيجايتس؟ اول حاجه هيرت بيرن، ده بيرن سنسيشن في الهارت. تاني حاجة water brush، water brush ده عبارة عن acidic taste في الماوس. تالت حاجة dysphagia اللي هو صعوبة في البلع، هو مش قادر يبلع. رابع حاجة hoarseness اللي هي بحة في الصوت، يعني عارفين زمان لما كنا مثلا نطلع رحلة ونقعد نصوت بقى بأعلى صوت وكده ونرجع تاني يوم مش عارفين نتكلم، صوتنا مبحوح رايح، هي دي. خامس حاجة global sensation، عارفين احساس لما يبقى اللي هو انا مش عارفه ابلع ريقي، حاسس كان في كلكوعه في زوري، هي الكلكوعه اللي في الزور دي اسمها global sensation lump in the throat. بعد كده سادس حاجه اللي هي الكرونيك كف، ودي بتبقى especially at night. واخر حاجه اللي هو ارتجاع المريء. الكومبليكيشنز بتاعتنا الروزف اسوفاجايتس اللي هي ماده كيميكالي قادره ان هي تعمل تاكل في التشو destruct التشو، اسوفاجيال ستريكتشر اللي هو السكارينج، بارتس اسوفيجاس دي هنتكلم عنها كمان شويه، دي عباره عن ميتابليجيا، واسوفاجيال ادينوكارسينوما. ده فيديو يا جماعه حلو جدا 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 عن الجاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز، هسيبكم تشوفوه. Gastroesophageal reflux disease, or GERD, is a condition that causes the burning sensation known as heartburn. When you swallow, food passes down your throat and through your esophagus or food tube to your stomach. A muscle called the lower esophageal sphincter controls the opening between the esophagus and the stomach. This muscle remains tightly closed except when you swallow food. When the sphincter fails to close, the acid-containing contents of the stomach can travel back up into the esophagus. This backward movement is called reflux. When stomach acid enters the lower part of the esophagus, it can produce a burning sensation commonly referred to as heartburn. أظن الفيديو كان حلو. بس احنا كده ده كان ملخص الجاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز. بعد كده ندخل على البارتس اسوفاجس، وده عبارة عن ميتابليجيا زي ما قلنا of squamous epithelium by columnar epithelium with goblet cell. اللايننج الطبيعي بتاع الاسوفيجس squamous، بس حصل له ميتابليجيا replacement اتبدل بايه؟ بكولامنر epithelium. مهم يا جماعة الكلام ده المفروض تبقوا عارفينه عشان MCQ كده. with goblet cell يبقى كولامنر epithelium ومحشور في النص كده معاها ايه؟ goblet cell. في الجروس بيكتشر هنلاقي ان الميوكوزا بتاعه الاسوفاجس بتبقى باينه فيلفتي ريد زي ما احنا شايفين كده. وقلنا برضو ان من الكومبليكيشنز بتاعه اللونج ستاندنج ريفلكس اسوفاجايتس باريتس اسوفاجس، ولو في حصل باريتس اسوفاجس يعني حصل ميتابليجيا، فانا عندي زاد الريسك
ان يحصل ادينو كارسينوما الاسوفيجس من 30 ل 100% ريسك. زي ما احنا شايفين في الصوره دي، اخر حاجه على الشمال خالص اللي هو السكويماس ايبيثيليوم، ده اللايننج الطبيعي بتاع الاسوفيجس، حصل الاسوفيجايتس لونج ستاندنج، عمل لي ميتابليجيا ريبليسمنت للسكويماس ايبيثيليوم ده بكولامنر ايبيثيليوم، ومحشور في النص جبله سل، اللي هي الجبله سل يا جماعه اللي هي في الصوره اللي في النص، اللي هي الخلايا اللي دايرتها كحلي ومن فوق دي، والخلايا اللي جنبها اللي هم الكولامنر ايبيثيليوم. فكده انا حصل ديسبليجيا، الديسبليجيا دي بتزود الريسك ان انا يحصل كارسينوما للاسوفيجس. دي بقى صوره الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الباريتس اسوفيجس. الجزء اللي على الشمال خالص في الشريحه ده النورمال، تمام. امال اللي على اليمين ده، شايفين الخلايا اللي هي الطويله ومحشور بينها خلايا كده فيها دوائر فاتحه، الخلايا اللي فيها دوائر فاتحه هي دي الجوبلت سيل، والخلايا الطويله دي اللي هي الكولامنر ايبيثيليوم اللي بدل السكويماس ايبيثيليوم بتاع الاسوفيجس. بعد كده هنتكلم عن التيومرز اوف اسوفيجس. زي اي تيومرز، بناين تيومرز، مالجنانت تيومرز، البناين تيومرز بتاعت الاسوفيجس رير، اسمائهم زي السكويماس البابيلوما، ليومايوما، فايبروما، ولايبروما. اما المالجنانت تيومرز، كارسينوما، ليومايوساركوما، فايبروساركوما، ومالجنانت ليمفوما. احنا هنتكلم عن الكارسينوما، كارسينوما اوف ذا اسوفيجس. الانسيدنس بتاعتها ان هي مور كومن ان ميلز اوف ميدل اند اولد ايج. هنلاقيها مور كومن في البلاك ريس والفار ايست اللي هي دول شرق اسيا، اليابان وكوريا والصين وكده وايران. الريسك فاكتورز بتاعه الكارسينوما اوف ذا اسوفيجس: سموكينج، الكحول، اكاليزيا. اكاليزيا يا جماعه ده اللي هو الكلينيكال تيرم بتاع ان اللور اسوفيجيال سفنكتر بتاع الاسوفيجس يبقى المسل تون بتاعته تقل، يعني اللي هو الابنورمال ريلاكسيشن، تمام. فيتامين اي بي اند سي ديفيشنسي، Human Papilloma Virus Type 16 and 18، 16 و 18. إيه الـ Human Papilloma Virus ده؟ ده الحقيقة هو من أشهر الـ Viruses اللي بتعمل Cervical Carcinoma، وبعد كده بنسبة أقل بيصيب الـ Head والنك، وبنسبة أقل شوية بيصيب الـ Esophagus. عشان كده هو موجود من أسباب اللي بتعمل Carcinoma of Esophagus. Long Standing Esophagitis، لان لونج ستاندنج اسوفاجايتس دي كانت بتعمل معانا ايه؟ كانت بتعمل معانا اللي هو باريتس اسوفاجايتس. طيب امال الباريتس اسوفاجايتس بتعمل ديسبليجيا، والديسبليجيا بتعرضنا اكتر لايه؟ كارسينوما. وجينيتيك ريشيال بريديسبوزيشن. السايت بتاع الكارسينوما، احنا عموما الاسوفاجاس بتقسم عندنا 3 مناطق: upper part, middle part, lower part. 20-50-30، upper اسوفاجاس 20%، الميدل اسوفيجس 50%، واللور اسوفيجس 30%. يعني هو بيبقى مور كومن في الميدل بارت اوف الاسوفيجس. هنتكلم دلوقتي عن الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعت الكارسينوما اوف الاسوفيجس. المايكروسكوبيك بيكتشر هو ممكن يبان كاكزوفيتيك بوليبويد بنسبه 60%. يعني ايه اكزوفيتيك بوليبويد؟ ده ان هو بيبقى زي بروتروجن كده طالع من اللومن بتاع الاسوفيجس. سيركمفرنشال او انيولار، ده زي شكل حلقي، وممكن يبقى ulcerating، وممكن يبقى diffusely infiltrative tumor. microscopic picture بقى بتاع الكارسينوما of the esophagus range من the well to poorly differentiated squamous cell carcinoma بنسبة 95%. وال 5% التانيين راحوا فين؟ بيبقوا adenocarcinoma. بي arise near الكارديا، الكارديا دي اللي هو جزء في الاستومك يا جماعة. others undifferentiated. السبريد بتاع الكارسينوما اوف ذا اسوفيجس، احنا قلنا اي سبريد لوكال ليمفاتيك دوت سبريد. لوكال انفيلتريشن بيبقى للميدياستاينال ستراكشر، ليمفاتيك سبريد للسوبرا كلافيكولار ميدياستاينال سيليا جروب اوف ليمف نودز. هي ايه سيليا جروب اوف جروبس اوف ليمف نودز؟ دي اللي هي يا جماعه بتبقى في الابدومين، تمام. عموما الليمفاتيك سبريد بيبقى على حسب مكان البرايمري تيومر، تمام. يعني هو مثلا لو في الابر بارت اوف ذا اسوفيجس هيبقى اقرب للسوبرا كلافيكولار، لو في الميدل بارت اوف ذا اسوفاجس هيبقى مثلا اقرب للميدياستاينال، لو هو في اللور بارت هيبقى اقرب للسيليا جروبس اوف ليمف نود، كله على حسب مكان التيومر. البلاس سبريد بيبقى لللنج والليفر، ان هو مكانه قريب من الاثنين.
هنتكلم دلوقتي عن الاسوفيجيال فاريسز. الاسوفيجيال فاريسز دي يا جماعه عباره عن دايليتد بلود فينز بتبقى elongated و tortuous موجوده في اللور اند بتاعه الاسوفيجس، يبقى هي dilated elongated and tortuous veins in the submucosa of lower end of esophagus. الاتيولوجي بتاعها liver cirrhosis, bilharesial hepatic fibrosis, portal vein obstruction by thrombosis or malignant infiltration. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن الامراض اللي انا قلتها دي معناها ان الليفر يعني is not fully functioning، تمام، لان في obstruction ده عمل لي زود لي البورتال هايبرتنشن، تمام. البورتال هايبرتنشن زاد لان هو لها اوكلوجن هو مش عارف يعديه، فهو زاد عشان عاوز يعدي فبيروح ناحيه الاسوفيجيال فاريسز، تمام. الاسوفيجيال فاريسز دي مشكلتها ان هي ليها ويك وول، ويك يعني البلط البسل ده الوول بتاعه ضعيف، فانا لما البورتال هايبرتنشن يزيد معايا انا عندي فرصه ان الفينز دي او ان الفيروس دي يحصل لها رابتشر كبيره جدا، ولو حصل لها رابتشر هيبقى دي ايمرجنسي، لانه هيجي البيشنت هو مبدئيا مش حاسس بالم بس هو بيفوميت بلاد، شغال يفوميت بلاد وكميات كبيره، لو ما تلحقش يموت. بس فهو ده الايتيولوجي بتاع الاسوفاجيال فاريسز. بعد كده هنتكلم اخر حاجه عن الالسرز اوف ذا اسوفاجس. عندنا التايبس بتاعتها، في مالجننت، في بيبتيك، في تروماتيك، في كوروزيف ألسر، وفي تيوبركولوس ألسر. متهيألي كل واحدة فيهم اسمها شرح نفسها. الإفكتس بتاعت الألسرز أوف أوسوفيجس، هيماتيميسيس اللي هو vomiting of blood أو إنه يحصل fibrous fracture. دلوقتي هنحل مع بعض كام سؤال MCQ عشان خاطر نتأكد إن احنا غطينا كل النقاط المهمة في المحاضرة. أول سؤال معنا بيقول histological features of leukoplakia are، أول إجابة hyperkeratosis ولا parakeratosis ولا acanthosis ولا cytological atypia ولا all of the above. الإجابة هنا هتبقى all of the above. طيب إيه اللي يخليني لو مثلا عندي إجابة زيادة بتقول مثلا A and C لأن هما دول المذكورين نصا معنا نختار برضو all of the above؟ إن parakeratosis ده برضو يا جماعة طيب من hyperkeratosis، يعني إحنا لو رجعنا أصلا للشريحة بتاعة الليكوبليكيا هنلاقي إن وصف ال hyperkeratosis hyper parakeratosis، فصح. طيب أمال السيتولوجيكال أتيبيا دي بتبقى عبارة عن تشينج في شكل السل من حيث الشيب من حيث السايز بس لسه ما بتبقاش cancerous، فكل دول بيخضعوا للكرايتيريا بتاعت الليكوبليكيا، فهلاقي ان كل الاجابات صح. السؤال التاني معانا مامز از كاركترايزد باي اول اوف ذا فولوينج اكسبت، هل هي كوزد باي بكتيريا ولا بتحصل بدروبليت انفيكشن ولا بتحصل في الشيلدرن ولا بتبقى عباره عن انلارجد باروتيد جلاند ولا بتبقى يوجوالي نوت كومبليكيتد؟ طبعا كل اللي انا قلته صح ما عدا اجابه واحده اللي هي كوزد باي بكتيريا A، لان المامبس عبارة عن systemic viral infection of parotid gland. السؤال اللي بعده worsens the tumors means worsens the tumor اسفة means اول حاجة هو ليه ثلاث اسماء، في ادون الليمفوما، في worsens the tumor، وفي الاسم الثالث المهم اللي هو papillary cyst adenoma lymphomatosis. انا قلت لكم قبل كده ان هو مهم عشان خاطر احنا بنستنتج منه الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع التيومر ده، والورسن تيومر هو بناين. طيب السؤال اللي بعده the following lesion isn't precancerous. ليكوبليكيا ده precancerous lesion، اريثروبليكيا ده نوع تاني من البليك فورميشن بس بيبقى لونه احمر بدل ابيض وده برضو precancerous، وهربيتيك ستوماتايتس لا هي مش precancerous بس نتاكد من الاجابه اللي بعدها، سكويماس تيل بابيلوما اه لا هي فعلا precancerous، فهلاقي ان الاجابه اللي مش precancerous في كل اللي احنا قلناهم هي سي هربيتيك ستوماتايتس. السؤال اللي بعده the following tumor is usually malignant. هنا بقى تأتي أهمية إن أنا أعرف أسماء البناين والمالignant. أول حاجة mixed salivary tumor ده benign. طيب worsens the tumor benign. طيب اللي هو الأونكيوسيتوما ده عبارة عن benign tumor موجود في الكدني. أنا معرفش لسه ما خدتش renal system. هنا بقى يأتي أهمية أنك تبقى عارف أن الأسينيك سيل تيومر دي مالجننت، فهتبقى الإجابة هنا هي دي أسينيك سيل تيومر.
انا عارفه والله هي بتبقى سخيفه، بس يعني تحسبا لموقف زي ده يعني. طيب السؤال اللي بعده، esophageal varices result from، هل هي نتيجه diverticular للاسوفيجس ولا congenital malformation ولا portal hypertension ولا tumors ولا mucosal atrophy؟ طبعا هي بتبقى نتيجه للبورتال hypertension، وقلنا لان الاسوفيجيال فيسز دي بيبقى ليها weak structure، فلو حصل portal hypertension ممكن يحصل rupture للاسوفيجيال فيسز فتعمل لي hematemesis، severe hematemesis اللي هو vomiting of blood. السؤال اللي بعده، بارتس اسوفيجاس عباره عن، هل هي هايبر بلاستيك ليجن ولا ميتا بلاستيك ليجن ولا ديس بلاستيك ليجن ولا نيو بلاستيك ليجن ولا واحده من دول؟ بارتس اسوفيجاس ده عباره عن ريبليسمنت للسكويماس ايبيثيليوم باي كولامنر ويز جوبلت سيل، ريبليسمنت معناها ميتا بلاستيك ليجن، يعني هنا بارتس اسوفيجاس هتبقى بي. السؤال ده حلو كرييتيف. تو دايجنوز بارتس اسوفيجاس، او في الاول احنا بنعمل اندوسكوبي لقينا ان شكل الاسوفيجوس فيلفتي ريد كده، طيب هاخد بايوبسي بقى تمام عشان اتاكد. فبيقول هنا انا عايز احدد السايت اللي انا هاخده منه. معلومتين قبل ما نبتدي نقرا الاجابات سوا، اول حاجه ان الاسوفيجوس اورجان طوله 25 سنتي يعني حوالي 10 انش، وتاني حاجة ان البارتس اوسوفيجاس بتبقى في كومن في اللور ثيرد بتاع الاوسوفيجاس. طيب ليه بقول ده؟ تعالوا نقرا الاجابات. اول حاجة، هل هي ممكن ناخد البيوبسي دي 10 سنتيمتر من الانسيزورز؟ الانسيزورز دي القواطع يا جماعة، اسنان اللي هما الاربعة اللي فوق اللي تحت. لا طبعا، ده انا يعني اشد البعد يعني عن اللور بارت اوف ذا اوسوفيجاس او اللور ثيرد. طيب الاجابة التانية، 7 سنتيمتر فروم انسيزورز؟ لا احنا بنبعد قوي كده، لا طبعا الاجابة دي غلط. طيب سي، 10 سنتيمتر from gastro esophageal junction. طيب gastro esophageal junction انا كده بقرب لهدفي شويه، اللي هو انا خلاص انا في الاسوفيجاس الحمد لله يعني. طيب 10 سنتيمتر انا كده تقريبا بانديكيت الميدل ثيرد بتاع الاسوفيجاس مش اللور ثيرد، ان انا قلت هو 25 سنتي فهتبقى سي غلط. طيب 3 سنتيمتر from الجاسترو اسوفيجيال جانكشن، دي بتميك سنس لان هي دي في اللور، انا باجزم ان هي في اللور ثيرد بتاع الاسوفيجس، فده هيبقى انسب مكان اقدر اخد منه بايوبسي عشان اعمل دايجنوزس للبارتس اسوفيجس. وفي الحاله طبعا ايه هنا هتبقى غلط، فالاجابه الصح في السؤال ده هو دي. بعد كده سؤال تاني، ذا اسوفيجيال فاريسز مي بي فيتال، ليه؟ احنا قلنا عشان خاطر بيبقى فيه فوميتنج اوف بلاد سيفير هيماتيميسيس، بيحصل ساعات لخبطه بينها وبين الهيموبتسيس، هيماتيميسيس فوميتنج اوف بلاد، وبتبقى في تبع الجي اي تي. هيموبتسيس ده كاف اوف بلاد نتيجه لونج انفكشن، هتاخده في الريسبيراتوري سيستم ان شاء الله. يعني كده الاجابه الصح في السؤال معانا ده هي بي، سيفير هيماتيميسيس. فكان عندنا كيس، a 45 year old man presents with increasing heartburn. دي سترايك 1، حاجه كده ممكن تتريجر معانا، بس انا لسه مش يعني ما عنديش ادله كافيه يعني. طيب especially after eating or lying down، عملنا endoscopic examination لقينا red velvety plaque strike 2، ابتدينا حاسه ان انا قريت الكلمه دي قبل كده. طيب located فين؟ في الديستال اوسوفيجاس. خدنا بايوبسي من الاريا دي اللي هي في اللور ثيرد اوف ذا اوسوفيجاس او الديستال اوسوفيجاس، حوالي 4 سنتيمتر قريبه من الجاسترو اوسوفيجيال جانكشن. لقيت ايه بقى لما فحصت البايوبسي دي؟ ميتا بلاستيك كولامنر ايبيثيليوم فاينل، خلاص يعني انا خلاص الموضوع انتهى خلاص، ميتا بلاستيك كولامنر ايبيثيليوم كانت تبع ايه؟ بارتس اوسوفيجاس، صح. فهتبقى الاجابه معانا هنا هي بارتس اوسوفيجاس سي. دايما في الكيسز حاولوا تشوفوا كلمات كده اللي هي بتبقى زي كي ووردز كده، اللي هو بحاول استنتج ده انا يعني انا خدت ده فين في موضع دراستي. في كيس تانية جايه برضو نحلها مع بعض. السؤال اللي بعده، the most important risk factor for adenocarcinoma of the esophagus is، تفتكروا هو هنا بيقول لي reflux esophagitis ولا esophageal diverticula ولا heavy smoking ولا parrot's esophagus ولا esophageal varices؟ انا هنا بحكي في adenocarcinoma تمام، يعني بحكي في malignant tumor تمام. تفتكروا في parrot's esophagus قلنا ان لو حصل هنا بيحصل dysplasia فبيبقى اكثر عرضة لحدوث كارسينوما، وقلنا تحديدا ان البارت اسوفيجاس بتزود الريسك بتاع الادينو كارسينوما من 30 ل 100%، فهتبقى الاجابه هنا بارت اسوفيجاس دي. بعد كده عندنا كيس، a 71 year old man presents with dysphagia، صعوبه في البلع،
وفاوند تو هاف ا 5 سنتيمتر ماس لوكيتد في الميدل ثيرد اوف ذا اوسوفيجس اند اكستندز انتو ادجيسنت لانجز تشو. يعني في انفلتريشن، انا اي حاجه اخدتها بتبقى في هيئه ماس وبتبقى كومون في الميدل ثيرد بتاع الاوسوفيجس وممكن تعمل لي انفلتريشن سكويمس سيل كارسينوما، صح؟ طيب هنا بقى هو مش بيسال يعني ايه الدايجنوز بتاعك، هو بيسال انا لو مايكروسكوبيك يعني شفت المايكروسكوبيك بيكتشر بتاع الليجن ده انا متوقع على ايه. معلومه عن احنا الحاجه اللي اخدناها في اثناء الشرح ان هو بيبقى عباره عن ويل تو بورلي ديفرنشيتد سكويموس سيل كارسينوما. طيب امال هو بقى وصف بقى السكويموس سيل كارسينوما ده ايه؟ هو بيبقى عباره عن إيه؟ الخلايا بتبقى مترتبه في هيئه شيتس او نس، زي يعني شايفين الجزء اللي متشاور عليه بالسهم ده بيبقى زي شكل كده عش، النس معناها عش بالانجلش. وبيبقى عباره بيبقى فيه كيراتين فورميشن، السيلز دي بتعمل لي بتفرز كيراتين، بتصنع كيراتين. طيب بقول ده ليه؟ تعالوا نقرا الاختيارات ونشوف مين فيهم انسب وصف للسكويموس سيل كارسينوما. طيب اول حاجه بيقول لي infiltrating groups of cells forming glandular structure، غلط. تاني اجابه a mass composed of benign cartilage، ايه ده غلط. طيب infiltrating sheets of cells forming كيراتين، دي صح. نتاكد من الباقي infiltrating single cells having intracellular myosin، دي طبعا غلط. واخر اجابه اماس بتتكون من benign smooth muscle cells، غلط. فهتبقى الاجابه معايا في الكيس دي هي C. بس انا كده خلصت، اتمنى انه يعني انكم تكونوا فهمتوا المحاضره وان انا اكون قدر المستطاع بسطتها عليكم، لان انا والله عارفه ان هي الموضوع بيبقى مش لطيف قوي ان الواحد ياخد من كل حاجه حاجه، بس ان شاء الله انتوا قدها. يعني لو عندكم اي استفسار او اي سؤال ما تترددوش للحظة انكم تسألوا، وبإذن الله هنرد عليكم. بس ربنا معاكم ونلقاكم في فيديو قريب ان شاء الله. السلام عليكم.